كلنا بيقطع علينا بالبيت شخص كبير بالعمر قاعد شوي منزوي ما عم يشارك بالحديث بغدوات العيلة، ومنقول لحالنا انه هذا شخص كبير بالعمر ما رح نضايقه ومش ضروري انه يفوت كتير بهدول الاحاديث، بس نحن بنعرف انه هذا الشخص يمكن ما بيسمع، وهذا الشخص عم يتلافى يقعد معنا لانه رح يحس حاله انه عم يتجرس بما انه بده يخلينا نعيد، وهو رح يتضايق ونحن رح نتضايق. بس هذا الشيء بيؤدي واحد للتقوقع، اثنين من بعد التقوقع للاكتئاب، وهيدا اخرة الاكتئاب عند الشخص الكبير بالعمر بيؤدي للخرف. هيدي اول فكرة. الفكرة الثانية اللي بدنا نعرفها انه كل عضو بجسم الانسان كل ما نحركه كل ما بجوهر، يعني اليوم اذا انتم بدكم تقووا عضل بتحركوه، زيت الشيء على الدماغ انتم بتعرفوا اذا بدكم تحسنوا الذاكرة، واحد بيعمل العاب مثل سودوكو وكلمات متقاطعة، اذا اليوم نحن ما بنسمع منيح ما عم يفوت افكار على راسنا ما عم نفكر مزبوط، هذا الشيء رح يؤدي طبعا للخرف. طلعت دراسة بعد ظاهرة من 3 أشهر من أمريكا بيّنت أنه ساعة الأشخاص اللي عندهم ضعف سمع حطوا لهم سماعة وقرنون بالأشخاص اللي عندهم ضعف سمع وما حطوا لهم سماعة، الأشخاص اللي نحط لهم سماعة وسمعوا أحسن تلافوا الخرف ومستوى الفكرة والذهن تبعهم كان أعلى. بقى أنا بنصحكم أنه ما تهملوا ضعف السمع، هذه شغلة كتير مهمة خصوصا عند الكبار بالعمر، كرمال واحد ما يتقوقع، كرمال واحد ما يكتئب، وكرمال يحافظ على قدراته الذهنية.